اوكي اي الله نستقبلك باغاني مبروك عليك ملك الجمال سبعه وسبعيني حلوه واصيله اكو احلى من كذي استقبال يا ما اقدر والله ما اقدر والله ما اقدر وين شوفي كان مرت خالي هي بغداديه اسمها بهيجه ايه يا حلوه وهي بهيجه وهي صدق كلها بهجه تبارك الرحمن الله زين هذا يعني اول ما عرفت كنا صغار فما نعرف يعني احنا حدنا كويت العراق ايه فان شاء الله تسجيل هواء ولا ولا شقال هواء هواء الحين الجماعه يعني الفرحه والاستقبال كلها تدري انت جايه من ايه اهل العراق ايه هذه بعد يعني ما يفوت عليهم هالشيء الاشعار والطرب ايه تبارك الرحمن يعني ايه الوناسه كل شيء عندنا كل شيء عندنا يعني مكسرات هذا والله انا بغيت اتغدى اول شيء بس برنامجكم له ضحى ولا هو غدا اي سناكات سناكات أي. بسيطه وصحيه ما عندنا شيء مضر يعني شوف كله صحي اي بس عشان احنا كرماء جايين يعني نسولف على البيزات المفروض نوفر اي صح انت برايك هذا مو توفير صح؟ لا. لا شوفي القضيه الغذائيه اذا بنتكلم فيها بشكل جاد اليوم هي تشكل اثر على الصحه صح؟ صحيح صح. الصحه يعني فلوس اي الله بس شلون الصحة يعني يعني اليوم انت تاكلين شيء ما يعود عليك بصحة راح يعود عليك بشيء غير ذلك سلبي راح تروحين للدكتور بعدين تصرفين بعدين تاخرين بعدين تكتئبين بعدين تقولين انا بس اكل شيء بسيط الله عليك بس انت ما خذيته بشكل بسيط وهو الحقيقة ما في شيء بسيط صحيح صحيح فالامور يعني احنا ليش لما نخطط اللي راح نتكلم عنه اليوم العالم تخطط بس هي مو قاعد تخطط شيء يعني النقلة من 2017 ل 2018 الناس يعتقدون هي أمر عظيم لازم نحتفل فيه إيه؟ يقول لا تحتفل الله يخليك أنت اعمل والاحتفال راح يجي والسعادة راح تجي لعندك صح بس هو يقعد فاضي طول السنة هي آخر ليلة ب 2017 بتغير يبي ألعاب نارية يقول أنا بتغير يقول إيه؟ كيف حالك ويحط له نقاط شنو بيسوي ب 2018 وتضيع الورقه وما ينفذ ولا شيء لا لا الاهداف اول اسبوعين تنتهي صحيح معروفه على فكره يعني بالنسبه اللي حاطين لهم اهداف اللي غير جادين اللي وده بس وده بس اسبوعين ترى اي والله ودنا اليوم ودنا اهداف زين يمكن في ناس جادين بس عندهم خوف او عندهم ما يعرفون يخططون صح يعني اوكي في فرق بين الخوف او ما يعرف هذه معلومات ومعرفه والخوف مشاعر لان الخوف طبعا هو وهم مو حقيقه احنا مرات نخاف من اشياء مو موجوده صح صح فهو وهم زين فدائما الانسان عدو ما يجهل أكيد. فلما احنا نتكلم عن المال المال لازم يكون عندك معرفه المعرفه هي الفلوس زين اوكي نوليدج از ماني هذا في السابق الحين طبعا انت كله فلوس 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 ايه تطور العقل ايه. فلوس 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 خوش طاقه ببدايه السنه يعني طاقه فلوس نسوي جذب ما هو انا اقول لك ليش الحين نتكلم فلوس الصحه فلوس المدري الباور فلوس تدري ليش هو القضيه كالاتي المال اول شيء له تشريعات بالدين فهو صح. موجود وعلى زكاه وعلى في ايات نزلت فيها تنظيم هذه الامور فالامر سماوي مو صلاح الجيماز قاله اوكي نعم. ولا تأليفي فالتنظيم هذه الأمور شنو وراها؟ وراها شيء واحد اللي هي الحياة الكريمة بس احنا نتكلم عن الفلوس نوفرها مو عشان نكون بخيلين أو أن نركض وراء المال لا لأن بالأخص النساء تحتاجون الأموال في معظم أمور حياتكم صحيح صح. أوكي الدينار أصبح سند اليوم صحيح الدينار أصبح يخدمكم هو خادم لكم فإذا ما كان توفر هذا الخادم والسند راح تلجون ل أشياء قد ما تناسبكم أو صح. تضايقون أو تكتئبون فتوفير الدينار خصوصا إذا كان بدري بعد أوه يحياها مثل ما يقول المثل أنا يجيب الدينار مو الدينار يجيبني فهذه صعبة مو كل من يطبقها بس الحين أنا يجيب الدينار مو الدينار لا لا فعلا صحيح صحيح أنا معك هذا جريندايزر بس اللي يجيب لا لا والله شوفي إذا شقلتي مخك وعرفتي شلون تسوين بالانس بحياتك أنت تبين اوريدي تشتري لا الحين مو بالسوق يا ماما الحين مو بالسوق ميوسه والله بالحياه اليوم الحين بالتليفون اونلاين تفتشين اي صفحه تلاقي وسيده ما في مشكله اول سؤال بس لك شلون الانسان يصير جاد في حياته علشان
يبتدي خطوة اللي هي الميل ما بعد 1000 ميل. أوكي، الجدية هي أول شيء تيجي بطريقتين. إيه. أما تدخلين بصدمة وتتورطين ورطة وبعدين تقولين أنا كلنا نصدمنا لازم أتصرف إيه. الآن لا لا، أكو ناس تدخل بصدمة بس ما تسوي شيء. صحيح. اللي هم الانتحار العاطفي هذا. صح. ينتحر عاطفيا ويهد الدنيا، يقول أنا وأنا وأنا. صحيح. كله منكم وانت واقف مكانها قاعد يغرق ايه وفلان نعم. قال لي ويا ريتني سمعت. هذا اللي يطول، هذا تركوا يولي ايه. الناس هي الغلطانه ايه. مو هم. اما الثاني اللي فعلا هو عنده رؤيه وعنده هدف، يعني يقول انا بوصل مكان فلاني ويرسم له الخط ويعرف السبل بعدين ينتقل للمجتمع هذا. يعني احنا الان في مجتمع اعلامي صح، ما راح تسمعون احد يتكلم عن الفلوس، ما حد راح يطوركم عن الفلوس، ولكن راح تسمعون مخرجين، راح تسمعون كل ما يطوركم بالاعلام. صحيح. بالفن، التمثيل، انتم نجوم في مجالكم. بس لما نيجي على الميزات مثلا، اعطيك مثال الحين حقيقي، كم شخص اقتصادي في محيطك؟ محيطي انا؟ الاسري. الاسري؟ او الاجتماعي. يمكن واحد، الباقي مستفون درجة أولى. حلو، مستفيدة منه؟ لا. إذا ما حد. زين شو راح نتعلم؟ فأنت اليوم الناس الجادة تأخذ خطوات. يعني عنده هدف، بعدين يعرف السبل، بعدين يرفع الوعي عنده، بعدين ينتقل لهاي البيئة، بعدين يعمل. الربع يبون كن فيكون. صح. أنا أتذكر سألت مرة شخص أوروبي، قلت له شنو مشكلتنا بالوطن العربي؟ لخص ليها، كان يقول لي انتم دائما تبحثون عن الكويك فيكس، الحلول السريعه. حياتنا كلها الحلول السريعه هذه. شغل يعني برجر. نعم. مشي شغل بيت. ايه يعني يعني مثال اللي بيفتح مشروع، يعني عندها مثلا اخذت قرض ابي افتح مشروع، ما تسوي له دراسه، ما تشوف السوق، ما تقعد لها شهر شهرين تشوف شنو الناجح وشنو الفاشل، تشوف المنافسه، لا على طول خلاص انا بفتح لي صالون. زين شوفي، لازم تسوين شيء مميز، لازم تسوين شيء مو موجود في السوق، لازم المكان تختارينه صح، لازم في شروط معينه علشان تمشي على البلان اللي هي تبيه، مو على طول خلاص انا بيدي فلوس انا بسوي. هو في عموم الحياه كلها يعني اذا ما في احنا عندنا تخطيط للاسراء، يعني كيفيه استهلاك اموالنا اللي تدخل علينا، يعني مدخولنا اللي يجينا، احنا ما عندنا اساسا حتى دراسه لا ولا استراتيجيه. لا شوفي انت اللي يدخل مني ويطلع مني. لا بس انت تعيشين مع حكومات مرفهه. صح. صحيح. ايه. اوكي، هذا اللي خلينا ما نصير في والحكومه ما قاعد تخلي تعطيك فرصه من صحيح. كذا اخذوا سووا. صحيح. عندكم مشاريع اخذوا مليارين بيت زكاه، يلا تعالوا من محتاج مساعده تعالوا، ما يجوز. مشاريع صغيره مثلا متوسطه بينزل برمضان جاي بنص الشهر، نزلهم رواتب مبكر. صحيح. أخروا لهم الرواتب، شو السالفة يعني؟ خلاص هذا يعني هذا البيبي فيدينج للمجتمع خطير. صحيح. الآن يعني من حسن حظنا اليوم احنا نتكلم في تجربة حقيقية صارت أمس، الدول الخليج اللي عندنا الإمارات والسعودية نزلت فيها الضريبة، ضريبة القيمة المضافة. القيمة المضافة. صحيح. صار لهم يومين ينكتون بشكل مخيف عن الضريبة، وراح نتغير وراح نصير واللي طالع بدراجة في الشارع واللي بيركب الباص. هذا الموضوع موجود من سنين وهم قاعد يتكلمون عنه. أنا مكلم أحد أعضاء مجلس الشورى في 2011 قال لي إحنا قادمين عليه لا محالة، حتى تكلمت عنه بالتلفزيون كذا مرة، ولكن الناس يعني دائما يقول لا ما تصير. يعني مثلا إحنا بالكويت ما طبقت. صح؟ صحيح. يمكن تطبق في السنة القادمة. متوقع. ليه اليوم الناس يقول لك لا ما تصير؟ الحين أنا من 2009 أقول حق الناس وفروا وفروا وفروا، طلعت بقنوات بالصحف بالجرائد، الآن إحنا 2017، فيقول لي واحد شلون أوفر؟ أقول له شو توفر؟ راتبك ما يكفي، عمرك تأخر، ما عندك حيلة. فأنا ما بسكرها بويها، ولكن الأمور المالية الاقتصادية تخضع لقانونين أو أمرين بنفس الوقت يحصل مع كل قضية مالية. الأمور المالية تتطور وتتغير بنفس الوقت. وإذا يعني اشتريت عقار أستاذ؟ تجار العقار ملوك. هلا هلا جيب المعلومة الخطيرة. لأن العقار غنى. نعم. مش تجارة. العقار يعني العقار ما يخسر.
العقار هو يخسر مطلقين. اذا انت اسأتي الاستثمار. خلنا اقول لك شيء بالنسبه للعقار، فتحنا باب العقار. انا اعمل بالعقار، فاليوم العقار احنا لما يقول لي واحد العقار نازل ولا صاعد، اقول له سكني، تجاري، استثماري، سياحي، شو تتكلم عنه؟ ارض فضة، شقق؟ فيقول لي ما ادري. اقول له لا، شوف هني احنا في التجاره في العقار لها اليات واساسيات، خصوصا اذا كنت مسوق فقط. فبعض الناس يعتقدون انهم تجار عقار وهو مسوق عقار. أي. مسوق العقار يذكروني بشيئين، يذكروني في هناك تاجر عقار وهناك ملاك عقار. نعم. تاجر عقار يبيع بالملايين بس ما عنده حتى بيت. ملاك العقار قاعد تلقى له دكان صغير قدامه محاسب وعنده ثلاث ابراج. شوف الفرق. والله ما ادري زي لان يعني تجار العقار يسمونهم تجار الجبناء، يعني ما يخلون راس مال في البنوك، دائما يحولون طابوق الى ابراج. فالعقار اليوم لازم يكون مدر. وانت ايش تنصح قبل لا تقول تجار؟ ايش تنصح؟ انا دائما انصح بالصناعي. شلون يعني؟ يكون عقار صناعي. الصناعي مدر دائما، مؤجر وفي عليه خلو، ما يكلف. يعني اعطيك مثال. تبين تشترين شقه. اي نعم. وبعدين قدامك محل، محل تجاري وشقه. بس تملك شرط يكون المحل تملك، ها؟ اوكي. وقلنا لك المحل هذا 30,000 والشقه هاي 30,000، فانت تفكرين بالشقه اكبر يمكن اسكن فيها. اي شقه بيتي. اقول لك غلط. زين، المحل صغير ما راح تسكنين فيه، ولكن فلوسك راح تشتغل وترجع ايجارات. اثنين، هذا يتاجر مضمون. طب انا ممكن اجر البيت هذا. قد ما تاجرينه ما تقدرين. ليش ما نقدر؟ ما يمكن ما تلقين سكان، بس تلقين التجاري غير، التجاري غير السكني. السكني اجاره ممكن يصعد، يصعد سعر هذا العقار بعد فتره ابيعه. الشيء المستمر اسرع من الشقه. ولكن لحظه، في شغله انت تبنينها، انت بنيتي هذا وبنيتي هذا تملك لك. زين، الشقه شنو اغلى فيها شيء؟ اغلى شيء تبنينه فيها الله يكرم في الحمام والمطبخ، صح؟ صحيح. المحل ما في لا حمام ولا مطبخ. ايش كثر وفرنا؟ وممكن واي. ممكن اسود، ممكن اسود يعني وتسلمينه بدون باب. ساكنه اسود يعني على على الطابور، على المحاره بالمصري. على المحاره هيك العظم. احسنت. أيوة. فتقول للمتاجر انت دبر نفسك. لك اجارين خصم، دبر نفسك. انا بس الشقه لا، راح ترتبينها وتدكرينها، تهتمين بالتفاصيل. صحيح. واذا طلع المؤجر ممكن يسبب لي اضرار، الاضرار هذه راح ادفع من جيبي حق المؤجر اللي عقبه. جمع عماره عندك برج. والله تنزل نجد اليوم طبعا كارثه سحر، يعني سحر قاعده امك بايقه الاسئله كلها وجايه الملقبه بسحر برشامه. والله براءه. اي لازم تحطوا لي الجهاز الاسكان قبل ادش. لا تدرين ليش؟ انا اقول لك ليش، لاني انا من عمري 18 سنه بالكليه افتح دبه الكليه حط اغراض. افتحين دبه الكليه؟ افتح دب، سوري سوري، افتح دبه السياره. اوه عاد الحين حلقتين تحتاج برشامه جديده الحين عشان لا تصير. يعني الفلوس ممكن انا اجيب الفلوس. هواي يا حبيبتي انت متفائله من هالجانب. لا نصائح ايجابيه بس استاذ صلاح يمنا، يعني الاسئله المضبوطه كلها يمه. تدرين لان انا عشت هالتجربه، لان انا من صغري علمت اني انا اسس نفسي، وكذلك علمت حتى البيت، علمت عبد الوهاب انه ياسس نفسه، علمته من صغري يجمع فلوس. الحين هو حاط بلان يجمع فلوس. يعني اليوم الصبح مكالمه بيني وبينه قبل وانا برا، قاعد يقول لي انه بالاجازه هذه يبي يشتغل بارت تايم على اساس انه يجمع، حاط بلان يبي ياخذ له شيء. هذا مو معناته ان انا بخيله معاه. لا، معناته ان انت لازم تاسس نفسك، انت لازم تقوم نفسك، انت تعلم شلون انت تجيب الفلس. وهذا اللي انا دائما اردده، هاي تحويل الابن الى شخص مسؤول، من طفل الى مسؤول. بالضبط. ويسمونه على فكره عندنا في البيت يسمونه الطفل الشايب. والله ايه. زين، عندنا معلومه كبرتي. يمكن انت طبعا نبهتني اول ما قعدت، يعني الصحه فلوس طبعا. هاي طبعا معلومه مهمه. صحيح، معلومه فعلا. كان عندنا احد الفنانات في بغداد كنا نعرض مسرحيه، فهي مليانه. اوكي. مليانه وتشوفها على المسرح تتحرك صح، فاني اضحك. انا مدربه وبعدني لعبه منتخب، كانت ضعيفه يعني اكثر، مو ضعيفه اكثر.
فكنت اقولها خففي وزن، يعني انت ممثله على المسرحيه ولا ليش حركه؟ كان تقول ميس شنو هالكلام هذا؟ هاي الصحه يعني فلوس فلوس فلوس. فانت ذكرتني بها اول ما قعدت قلت الصحه يعني فلوس، فذكرتني بها راسا. لا والله شوفي، لان الصحه في 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 علم الثراء، شوفي رب العالمين عادل، يعطيك امرين، يعطيك صحه، والصحه هذه تنقص مع الايام مو تزيد، لان الله يعطي الصحه كامله. صحيح. فانت تصرفين من صحتك. اي نعم. تاخذين راتب. حلو؟ حلو. اي نعم. فحلو انك انت الراتب، لاحظي الراتب متغير. صحيح. على حسب الفكره. صحيح. الصحه تروح بثبات بشكل يومي. صح. ما تقدرين ترجعينها. اي نعم. فعاده اذا بترجعينها لازم تاخذين جزء من راس مالك وتحولينه يعني علاج. صحيح. اي شيء اخر. فطالما هذه الحركة ماشية ثابتة مع العمر، عداد العمر ثابت لا يتغير، تحتاجين أن تقللين جهد وتدخلين أعلى. القاعدة تقول شنو؟ كلما كبرنا، المفروض انتبهي، المفروض زاد مرت، كلما كبرنا كلما زغرنا. ايه؟ لحظة، كلما كبرنا كلما زغرنا بالعمر. زين، نسيت أني في حضرة نساء. كلما صغرنا بالعمر المفروض زاد الدخل قل الجهد. بس الواقع شنو؟ بالعكس، زاد الجهد وقل الدخل. احسنتي. فهني شو يصير الواحد؟ يصير يقول ابي اشتغل زياده، يقول اوقف. عطائك ما له لازمه اساسا. الان لازم هذا يتحرك، لازم يكون شغلك اذكى من السابق. انت الان صاحب خبره، يعني مثلا احنا الفلوس من وين تجي؟ تجي من العلاقات وتجي من الوقت. تقضي اين؟ يعني احنا كلنا المفروض لما نكبر نحط لنا مشروع، مو لما نكبر الحين متأسسين نفسك. لما نكبر لا تلحقين، لما تلحقين الحين، انت الحين متأخرة. جميل يعني. اللي قلت اللي هي العلاقات، علاقات مال، العلاقات مال وشيء ثاني والوقت، والوقت فيما تقضينا. يعني شلون العلاقات مال؟ يعني اليوم والله العلاقات خسائر. يعني انا اقول لك شيء، لا 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 العلاقات خسائر هاي اعرفها. لا لا انا بالعلاقات من وجهة نظر، يعني مثلا اليوم احنا في في علم الثراء الناس تكون بحضرة أصحاب الأموال، تقتنين بس تواجس معاهم تسمعين سالفة أو يحتاجون حاجة، لأن الأموال في المشاكل، فهم عندهم حاجات، فأنت تحلين لهم مشكلة صغيرة. يعني رجل يتعامل بالمليون وثلاثة مليون، أكيد مشروع بعشرة آلاف ما راح يتعب فيه، ما راح ينظر له، فراح يقول لك الله يخليك سحر عندي مشروع بثلاثين ألف فكيني منه، هذه خمسة آلاف لك بس فكيني منه، لأن أنا لاهي عندي ثلاث ملايين. بعشرين مليون راح ينظر للمية ألف دنانير. صح. فلما تكونين حوالين هالناس تعرفين تفكيرهم حاجاتهم، خصوصا إذا أنت كنتي بنفس الأندية بنفس المواقع بنفس المناسبات في نفس نمطهم، تلقائيا راح تسمعين اشياء. مثلا احنا انت بعد الحلقه احنا انت عندك سؤال عن موضوع حديث. ايه انزين، الان احنا نفسي انا معاكم الحين راح اعطيكم معلومات حديثه. ايه؟ حتى حق مشاهدين. فاليوم لما تتواجدين تخيلي مع ناس اخطر مني علما واكبر مقاما، اكيد راح تسمعين اشياء اكثر لا عارف. وسهله. صحيح. يعني مثلا احيانا احنا مجتمعات عاطفيه، فنحاول احيانا نبر غيرنا. صح. فنقول إيه؟ حق فلان الله يخليك عندي هاي الصفقة بس والله العظيم تعبان، يجيب أحد يشيلها ولك هذا المبلغ. وسبحان الله هذه الصفقة في ذاك اليوم في هذا الأمر عندك قدرة عليها، أنت مو الخبيرة بس في هذاك اليوم في هاي الصفقة عندك أحد ممكن يغطي هذا الأمر. سبحان الله. فترفعين تلفون ألو فلانة عندي هذا الأمر، تقول إيش تم. فبمجرد قعدتي مع هذا الشخص لهاي الصفقة لمدة يمكن يوم واحد ياك عائد وفائدة تغطي راتب سنتين. صحيح. مع العلم لو أقول لك أنا، لو أقول لك قبل لا تصير هالأمر، لو أقول لك تقدرين تطلع لي راتب سنتين بكرة، تقول لي أنت بالأحلام. أنا أترخص إذا أبي راتب سنتين. يعني ما ضيفناك يعني غير ضيفك شنو هاي؟ طبعا معون ساعتين يلا يطلع انت، ما راح اقلب الدنيا وما حاطين عشان الله يطول. علمنا شلون نجمع فلوس. الله يخليك. علمنا شلون نجمع فلوس.
اعطيك نستلم لا لا تسلمين والله والله على البيت بيتك لا انا بتحرك والله راح اتحرك اي بس هو قال شلون نطلع راتب سنتين شلون نطلع راتب راح انصرف انصرف لا هو يقول لك انه انا ضربت لك مثال بالمستقبل فرضي وبالماضي يعني الحين انت لو في حضره او بيئه شخص ثري وعنده حاجه مشكله ماليه في بعض المشاريع وانت عندك قدره لحلها مثلا على سبيل المثال بالاعلام انتم تبيعون الهواء مرات صحيح 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 طبعا بعض الناس ما يعرفوا شنو بيع الهواء بيع الهواء بيع الحلقات فلما يصير عندك فكره برنامج تعرضينها على شخص تقولي له انا والله عندي هذا المشروع وفي عائد كذا وابي انفذه فبمجرد انه ما يثق فيك بمجرد ان الفكره انت بتقومين فيها لان انت تقومين فيها مستعد يمولك مستعد يصبر هذه بالعلاقات تي ما راح تلقين اي واحد بالشارع صحيح صحيح اللي بالشارع راح تتعبين على تقنعينه بعدين راح يثق فيك لان احنا اليوم على اساس نتعامل باب الثقه هو اخطر باب في الاموال صح, صح. يعني انا ممكن اليوم اراوج لهم باب الثقه خطير انت برصيدك 100,000 دينار وعندك خير من الله فتمرين على بداخل المجمع رئيسي تجاري وفي إنسانة قاعدة فقيرة طرارة تبي دينار فما تعطينها دينار مع أن أنت تقدرين تشتري لها فيلا صحيح ما تعطينها دينار ويجي شخص يقول لك ليش ما أعطيتها دينار يقول والله أخاف أنها تكون كذابة صحيح أو نصابة صحيح زين خليها على الله فالإنسان ترى طبعه غريب مو طبعه بسيط لما نتعامل مع المال تخيلي لو نتعامل أرقام العملية تختلف عن لما نتعامل مشاعر فالأموال مربوطة بالمشاعر وخصوصا معكم أنتم صح. مع النساء إيه لأن صحيح. المال ما يقبل عاطفة أها بس أنا يعني لازم المشاعر تنحذف بهذا الجانب يعني أنتم مدمرين لل تجمع لها فلسين جنطة ماركة وهذا هو زين مساء لما قاعد اسولف ما قلت لي انت متاخره خلاص لا والله لا شنو بامكاني اسوي مو شنو بامكاني تسوين انا قصدت متاخره انت فعلا مو متاخره ولكن متاخره بانك اليوم تبدين بالخطوات الاساسيه يعني مثلا مدى علمك التجاري ما هي طموحك هل عندك طموح يعني مثلا اعطيك الحين اعطيك تجربه بسيطه احنا على الهواء اوكي 2020 ايش كثر باقي عليها سنتين كم تتوقعين يكون برصيدك؟ اوكي لا مو اوكي قولي رقم ما ادري انت افترض ما تدرين اذا فعلا ما تدرين ما راح تعرفين شنو راح يكون لان انت مو راسمه شيء اوكي فالان لو تقولي لي ان شاء الله راح يكون برصيدي 50,000 30/12/2020 شلون اقدر انا اتوقع هذا المبلغ لان الواحد ما يضمن هو اليوم بالوظيفه باكر مو بسيطة اي بس الان هي حطت هدف هي الحين ما عندها هدف فهي رايحة نوير فلما تقول لي أنا إن شاء الله طموحي يكون عندي 50,000 2030/12/2020 إذن بس الهدف ما له فايدة بدون توجيه وبدون أنت خبرة أنت حطي هدف أول حطي الهدف أول بعدين أنت على الخطوات يعني مثل الدراسة أنت الحين لما تكون بالمدرسة عندك طموح وظيفي صح؟ أوكي. لما كنت بدراسة شنو كنت تطمحين؟ الأولاد كلها أنا بصير شرطي أبي أصير طيار أبي أصير دكتور بعدين ما يطلع ولا شيء المهم صح والله والله فالقضيه اليوم انت حطي هدف انا الحين سالتك يعني فاجات الصح بالسؤال بس انا جاد فيه زين الحين بعيد السؤال مره ثانيه 2020 30/12 كم تتمنين يكون برصيدك اوكي قول 20 لا لا تقولين قولي كم تبي ترى مو انا 50,000 انا 50,000 ترى طموح فقاره بس ما عندي مشكله فيه ايش 3 ملايين الله تمام ممتاز زين 3 ملايين حتى كيف تتكلم بالملايين صرنا راهين أوكي شفت الشعور حبي شوي راح تسوين كذي زين ولكن فعليا لو بنشتغل على الملايين لازم يكون عندنا برنامج فعلي برنامج مالي برنامج حياتي اسلوب حياة بعدين تتكلمين على المعطيات اللي انت متوفره فيك مثلا احنا من وين نجيب الفلوس نجيب من المهارات والقدرات يعني استاذه شنو قدراتك وشنو مهاراتك يعني انت اليوم قد تكون مهاراتك اعلاميه ولكن قدراتك كونك امراه قد تكون أفضل من الإعلامي الرجل في الوصول لبعض الأدوار بعض المهام قبول الجمهور لك هذه فلوس على ضوءها إيش راح يكون فيها راح يكون لك سعر صح في اللقاءات تعرفين السعرين تقول أنا سعري هالكثر
لان انت راح تحوله منتج صح؟ اوكي. هذا التفكير التجاري انا حسويت لكم بروفة صغيرة تعمدت اسويها هذا التفكير التجاري، لان انتم معظمكم مثلا من كثر ما يحب الاعلام يضحي وايد مثلا ما يعرف يسعر نفسه. صح صح اي يقول انا والله زين افترضوا لو انا اليوم انتم قابلتوني وقلت لكم انا ماني يعني ابي فلوس يمكن تزعلون صح؟ صحيح. بس بالنسبه لي لا انا مو زعلان انا راضي لان اذا بيي ابي فلوس راح تبذل مجهود بدون فلوس بدون ما تطلع فالانسان لازم يحط عنده سعر اذا كان تفكيره تجاري بعدين راح يقول اكيد واحد مشاهدين راح يقول له هذا بالغ اقول له ما بالغت بس احنا ما عندنا الاسلوب هذا في الحياه يعني دايماً. انت بوجهه اساسفه انت بوجهه نظرك احنا لما احنا كاعلاميين او فنانين لما نسعر نفسنا لان هذه هذا استثمارنا هذه احنا ايه؟ احنا يعني السلعه اي انا قاعد اقول هذا مو عيب وانما هذا استثمار للمهارات اللي عندي احنا على طول نقول بس ماديه راح يتهمون ان انت انسان مادي, مادي. لا بالعكس لحظه انت جاوبت انت جاوبتي عنهم صح؟ صحيح لراج. انا معاها هذا اللي قاعد نشوفه ونسمعه راح يقولون انت ماديه لا بالعكس هذا ما لا تجاوبون عن الناس مع ان هذا المفروض انا بالعكس اصلا يمكن يعطونك قيمتك لكن هني بالعالم العربي الاغلب كلام استاذ صح لا استاذه خطا شنو راح يعطونك قيمتك اللي اللي راح يقول عنك ماديه هذا مو عميلك مو مهم هذا لان هذا ما اعطاك قدرك انا الحين خلينا تفكيرنا تجاري ها ايه؟ اليوم انا ابيك في مشروع تجاري خارج الاستوديو تسويق لمشروع معين تكلمنا مساء عن الأخوات الفاشنستات فالبوست عندها بسعر معين صحيح على أي أساس حط السعر على متابعين وزن ذهب على الرغم صح زين على الرغم قدرت سعر على المدة إذا تصوير فيديو أو لقطة صح زين إذا الناس قالوا غالي شو تسوي ترخص لا في ناس ترخص مو مهم ترخصين ممتثبتين على ما انت عليه بالضبط لان اليوم ليش قيمه ليش فاليو في قيمه للنقد وفي قيمه للماده الفاليو مالك ان انت يعني مثلا انا اعطيك مثال انا حاليا اتعامل بالسوشيال ميديا جميل مثلا امس يعني اتصال من السعوديه يبوني على اساس انزل لهم بوست حق شقق في والله فرصه معودين اي في كان قلتوا لي من ساعات اخذ سكرتيرة عقارب هذا فيد والله عقليته التجارية احنا نكمل سالفة سحر بس ننتقل للطاولة ف يبوني بوست انزل لهم بوست في السوشيال ميديا تسويقي عقارب انا اتفقت مع الشخص مع ان الشخص عارفه من 4 سنين قلت له انا ما اشتغل ببلاش سعري بالبوست هالكثر تبي بوست مع اسافر لكم توفروا لي الفندق 5 ستار والطيران فيرست كلاس اغطي لكم مثلا الشقه او المكان اللي تبونه تبون بوست مع تصوير مع مصور يطلع معاي هالسعر تبون ما نزل من سعري انا ابي بوست مع صلصه وشويه كاتشب يصير تبي ماستر فوقه نروح للطاوله لو سمحتوا ونكمل حوارنا هناك بعد قدامك ايش رايك بالمكان والجلسه والله ما يحتاج يعني انت محسود لا هو شوفي اقول لك شيء امور وايد ترتبت في مجتمعنا بعد دخول النساء في هذه النطاقات مثلا النطاق العسكري بعض الوزارات اللي كانت شكلها رجالي لما دخلوا النساء ترتبت انتوا اهل الترتيب ما اقدر اقول شيء والله ما اقدر اقول شيء هالدلع شنو الكلام الجميل لا دخول المرأة في خير لكل مكان هي تدخله طبعا ولها بصمتها يعني ما اقدر اقول وتزين الشيء ان دخلت بورصة ان دخلت وزارات ان دخلت مجلس أمة هي زينة المكان ونافسناكم بالتدبير والعقل والاستراتيجيات لا والتكتيك لا هو شوف انتم تملكون خاصيات في امور كثيرة يعني تزينون الامر امانة فتعطون اكثر جمال وابداع اساسا المال يمشي على امر مهم وهو التشويق نعم. يعني اللي بيعمل بالتسويق إيه؟
لازم يكون عنده قدره على التشويق العالي مثل افلام الاكشن بالضبط. فاحنا اليوم اساسا معتمدين عليكم في امور كثيره حتى بالمال ترى لعلمك. المال زيدي اول حرف جاء شو يصير؟ جاء مال. شكرا. اليوم احنا يعني اكتشافات خطيره معاك في خبرات في خبرات في اشياء كثيره يعني. فيعني اولا انا من الناس اللي انت كنت اقول شلون الواحد يطلب فلوس في شغلته، لا انا ممكن اسوي شيء ببلاش وساعد ببلاش يعني خلاص هذا الشيء علمونا. فالحين علمني لا ان لا هذه خاصيه بالمراه، هاي خاصيه عند المراه. المراه الله خلقها كريمه مو مسرفه. وبعدين هي خلقها تضحي لان هي خلقت تعطي 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 تعطي. صحيح لهذا الامر انها نعطيها في كل احوالها لازم تعطى. هاي انت تقول لا والله شرعنا يقول كذي. لا صح، بس انا اقول يعني على عموم العالم او عموم المجتمعات مو كلها مثلك. لان انتم قبلتوا. لا يا استاذ لا والله. طبيعه المجتمع الان سريع كلش. صحيح. التوقيت سريع 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 والمراحل العمريه تختلف يعني مو كل الناس مع المراه صح. لا لا مو غلط مع المراه صح. اليوم المراه ماذا تريد؟ تسعيله خلاص اليوم ما قدرت تسوي كل شيء. لا مو كل شيء بس يعني اكيد بحدود معينه في مختلف المجالات، لكن مو كل شيء صح مع المراه صح مع المراه. ما نشوف يعني في كل يعني في كل الاعمال في كل كل شوف احنا عندنا العادات احيانا تغلب العبادات. صح اكيد. اوكي فاحنا عندنا مجتمعات يعني محافظه وعادات وتقاليد مش كلها مطابقه. اكيد. وبعدين انت يعتمد على اليوم الثقافات وتداخلاتها. احنا المجتمع الكويتي مجتمع انت عارفه هو مجتمع داشه فيه كثير من يعني الامور الخارجيه داخله عليه بسبب العوائل والاختلافات يعني حتى في بعض العلاقات نجد اختلافات جميله مو خلافات اختلافات. نعم. وهذا جمال مجتمعنا. فمو عيب ان انا اسوي شيء ما يناسبك. لا اكيد لازم بس تعرفين انه هو ترى من ضمن انا محافظ على اول شيء الجانب الشرعي والجانب السلوكي. اكو اشياء يعني خاصيه في كل اسره وكل منطقه. فلما اني على المراه عندها تحفظ عالي عندها الحياء عالي. بعدين الحياء شو يسوي؟ تجاوب على الناس. يعني انا بسوي موضوع بعدين اخاف يقولون لا لا عساهم يقولون خلي يقولون يعني ايش بيقولون يعني. ما هو ايضا جزء من المحافظه على التقاليد ما تقدر تقول على كل شيء خلي يقولون. لا 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 علشان اكون نفسي لازم ما احتب حق احد. لا انت مو شوفي هو ايضا هذا جزئيه موجوده بالمجتمع انه احيانا عندنا تحفظات بالكثير من التصرفات. صحيح. عندنا تحفظات انا شوفي انا تقاليد المجتمع تفرضها. انا اعارض هالشغله لان ليش في وقتي ما كان في بنات يسافرون. كنت انا بروحي اسافر للصين بس بروحي ما يعارض تقاليد المجتمع. لا لا كان بوقتها لا كان بوقتها ما كان في بنت تسافر بروحها. لا بروح للبحرين. للبحرين احنا من الناس ما عدنا بروحها يعني اكيد انا بروحي اسافر الثلاثه السبت انا بالكويت. وين اروح الصين وكان بس على ايامها ما في مباشر. بس انت فرضتي سفره تجاريه اي راح تعطي اوكي معنى جميل قبل التفكير غير قبل إيه؟ هذا شنو أنا تسافر غصدي بروحها. انا قصدي انا ما التفت حق الناس اللي تقول هذا شنو تسافر بروحها. لا شوفي انا التفت انا شنو راح اكون. شوفي لكل فعل بالبدايه لكل فعل عنوان. العنوان احيانا يكون حركه صوت شكل. فالسفره هذه لها عنوان تجاري. صح. فعنوانها جميل. اللي بيخالفونك يمكن ثلاثه او اربعه متخلفين. أما البقية راح يقول الله يوفقها الله يباركها عسى الله يردها سالمة. بعدين يتطور الموضوع بعدين يشوفون نجاحاتك بعدين ينسون موضوع السفر يشوفون نجاحات الحين يبون يغلدونك. فهني خطوات هذه خطوة نسائية ذكية نسميها. ولكن لما يكون خطوات نسائية غير إبداعية وفنتق يعني مثال في تدمير ما من ضمن العادات والتقاليد مثلا حاليا مثلا لو أنا عندي بزنس مع مجموعة شباب هذا بزنس. أي. انا عارفه حدود العلاقات. انا لو بنظر حق المجتمع بيقولون لا هذه شلون طالعه تتعشى معاهم هذه شلون طالعه مثلا لا هذا شغل. انا عندي هدف بسويه
ما يهمني هذا شنو قال او هذا شنو قال، انا يهمني انا شنو راح اسس حق نفسي، بالاخير هم اللي راح يندمون وانا اللي راح ارتفع. بس الان المجتمع موجود في كل شريحه بالمجتمع، الرجل والمراه موجودين بالدوائر، موجودين بالشارع، موجودين لا انت قاعد تقولين على العادات والتقاليد، تقاليدنا نحافظ عليها بكل حذافيرها، لكن هو كل انسان وطريقه تربيته وحفاظه على تقاليده. بس احنا نقول اني اعرج على هذا الموضوع انه المراه لحد الان ما ماخذه هذا الحيز الكبير مثل ما ماخذه الرجل، لان هذا قرار بنفسها، لان هذا قرار بنفسها، اكيد يحدى تقاليد وقوانين وكثير اشياء، لكن المراه طموحه لانه دائما تحس انه هي الجانب المنكسر. زين انا اعرف هوايه، يعني انا من اتكلم على موضوع أنا شايفة هواية صديقات وتحاول تطمح، مثلاً يجي زوجها لا خلاص الموضوع انتهت كل آمالها. صحيح. فهي يعني ما هم يعتبر غلط في تفكيرها، تشاركة وياها. في يعني في أكثر من طريقة، إذا مثلاً زوجها عارض تقدر تقول له مثلاً تعال أشاركك وياي بالموضوع. شوفي خنا يبلش موضوع مشاكل المرأة ورجل. نعم. بالمال. أوكي. نعم. هذا أوكي. المهم اوكي الحين صح. مشاكل ماليه الاسريه انا ما اتكلم فيها حتى بالسناب او تويتر، ليش؟ لانها متشعبه ومرات اخاف اتكلم فالمتلقي يسمعني غلط. صحيح. اعطيك نوع من انواع الاسر، لان انواع كثيره، بعطيك نوع اذا الرجل بخيل والمراه كريمه، مو مشرفه كريمه، او العكس. ونادر نلقى مراه بخيله، بس انه في بعض النساء يعني متحفظين حريصين، ويكون الرجل مسرف. ماكو رجل لما يقط خلاص يقط، هو يقول نفسه كريم، لكن الكرم عند المرأة، الله خلقها كريمة. هني تصير مشاكل، ان تقول له انت بدال لا تقط برا قط عليه، بيتك اولى. الرجل يستقبل الجملة هذه غير عن المرأة لما تقولها. ليش؟ لانه هو يقول انا مو مقصر عليكم. ايوه صحيح. فكلمة انا مو مقصر عليكم المرأة ما تترجمها مثل ما هو يفهم وهو يقولها. فعندنا متلقي هو له مستقبل، وعندنا صاحب الفعل او الكلام، مختلفين بالموجات الاستقبال. يعني مثلا اعطيك مثال، انا دائما اقولها في كل محاضراتي، كثير من الزوجات ما يعرفون يطلبون فلوس من ازواجهم. فعلا فعلا. فاقول لها طلبي منه، ما اقدر اطلب، هو لازم يعطيني. اي حياه. اي فاقول لها تستحي، ما راح يعطيك. تدري ايش راح يصير؟ راح يصير بعد فتره يقول ايش فيك؟ تقول لا والله ما عندي. زين ليش ما قلتي؟ فتقول له انت ما تشوف. ليش ما قلتي؟ والله هو قلت شنو؟ ما تدري لما الحلال ومن يم ما ابدا ما قلت شنو؟ شنو عازمه على سينما لو كازينو؟ بيت هذا اصرف عليه، ابي فلوس، عيالك اولادك زوجتك، عرفت؟ ليش ما قلتي لي؟ ما هو ربي شايل وي. عرفتي ليش ما يعني من لا ترى فعلا في شخصيات. عرفتي ليش ما عشان كذي ما افتح الموضوع بالسناب؟ طبعا ضحكت. ضحكت. اي لان الرجل دائما يفترض ان كل شيء موجود وكل شيء متوفر لنا، بس لا المفروض انه هو رب الاسره يشوف. المفروض اوكي نطرعي. لا واحد يعزم واحد على المفروض لا يجيب فلوس. لا واحد يعزم واحد يقول له تاكل لو ما تاكل، انت عازمه شنو بعد؟ احنا قبل لا تخلص قعدتنا مع صراحه بسالك عشان حمايه لعيالنا، البيكوتين شنو قصتها؟ البيتكوين. البيتكوين. انا اقول البيتكوين شنو قصتها؟ ونبي نحمي شبابنا لا يروحون فيها ان شاء الله. البيتكوين هي عمله رقميه مشفره، هي حديده. دقيقه. ايه. صار عمرها الان مر عليها 5 سنوات. ايه؟ من اليوم مر عليها بالضبط 5 سنوات. هي ظهرت 3/1/2009. ايه نعم. العمله الرقميه المشفره هي طبعا مش عمله واحده، الناس يعتبرون هي عمله واحده. ايه؟ هي اليوم انا دققت قبل اجيكم هي 1388 عمله. اوف اوف. هي مو عمله واحده. 18 دولار اليوم. ايه؟ شلون العملة الرقمية هذه؟ تعامل إلكتروني، ما فيها كاش، ما فيها وسيط، ما فيها بنوك، فيها بورصات، فيها منصات، فيها حسابات، فيها أصبح مكاتب استشارية. اليوم الصبح أنا مساعد واحد من الشباب شلون ينظم حسابه وشلون يفتح له محفظة. فالبداية عشان واحد يبتدي في هذا الأمر لازم يكون عنده محفظة رقمية. قبل لا يفتح محفظة رقمية أونلاين لازم يتعرف على هذا العلم. أنا صار لي 3 سنوات أقول
تعلموا يا جماعه، تعلموا يا جماعه. بس الحين في مصر حرمتها، تقول التعامل فيها حرام. قريت يعني تحريمها بس هذا طبعا يعود لهم هو، هو راح الامر هذا راح يمشي. تحريمه وتحليله ما مو في نطاق الامر. يعني انت تنصح التعامل فيها؟ انا انصح، انصح مش تعامل، انصح التعلم. التعلم اولا، اول شيء تعلم، واللي بيدخل هذا المجال يبدا برقم صغير، يعني حد 100 دينار. اوكي. يفتح محفظه قيمتها 100 دينار، 300 دولار، ويعرف التكنولوجيا هذه. يمكن يضيعون المبلغ على الاقل، بس مو يروح، اي مو يروح يقط لي 2000 و3 و10 و15. اوكي اوكي. انا يعني واحد يبي 15000 الحين، قلت له وقف. اي لان قاعد تزيد. انا سمعت انه في برامج ممكن ننزلها احنا على اللابتوبات، وهي اللي تسحب لنا البيتكوين. في برامج على التليفون، على اللابتوب، كله. ولكن هذا الان هو المستقبل، هي ثوره قادمه ودخلنا فيها، مثل ما احنا استهينا في الواتساب لما طلع. الان تقاضين ومقاضات فيه وفي جرائم. بعدين طلع انستغرام ضحكنا وحطينا اكل، بعدين لا صار جد، صار تنظيمات. اذا انت تنصح فيها، بس اولا نتعلمها. اوكي نتعلمها. اي نتعلمها، لا نجازف، ما نجازف، لا ننجر ورا الاخبار الوايد سعيده. ترى في بعد تنظيمات لحد الان، اي في مؤتمرات بالدول قاعد تحاول تنظمها، وبعض الدول منعتها. يعني مو كل منصه تدخلينها راح تلقين تحويله. سهل فلوسك تضيع، شلون تنسين الباسورد تروح فلوسك. فلازم تكونين تاخذين الامر بجد. فانا نصيحتي لكم، مبلغ قليل، مبلغ قليل، فانا نصيحتي تعلموها، لان اذا كانت شر فتعرفتوا عليها بدري، واذا كانت خير فانتم فيها. في ناس تتعلم عن طريق الاونلاين. هذا سيفتي، يعني في سيفتي إيه، بس اتعلم بس الاشخاص. انا عندي نصيحه اخيره، لا حد يتعامل بالعملات المشفره عن طريق منصات شركات التداول. هذا التداول ترى ما لهم علاقة، هذا التداول. على من وين يتعلمونها؟ لا أونلاين. ميزتها إنك تشتغلين فيها أنت مقابل السيستم. مقابل السيستم بس. نعم. مو شركات تداول. لا. شكرا صراحة لوجودك، نورتنا واستمتعنا وايد. كانت قاعدة جميلة وبداية سنة جميلة معاك. إحنا سعيدين فيك إن دائما أنت زائر دائم لنا، وعادنا خواتك وتدخل بيتك، واهلا وسهلا فيك دائما. حياك الله. شكرا. وانت انسان جميل جدا، افتخر بوجودك دائما معي. استفدنا هوايه من معلوماتك. انا بالنسبه لي استفدت هوايه. انا العاده اخر حلقه اوزع تشيكات. اوكي يلا فلوس حياتي. يلا الحين.